مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصاد عام 2022، والذي سنستعرض خلاله اليوم المسار السياسي خلال هذا العام وتداعيات الصراع بين الأحزاب على السلطة وفق المحاصصة الطائفية المستمرة منذ عام 2003، حيث ألقت خلافات عام 2021 بظلالها على عام 2022 وأسست لمرحلة جديدة من عمر العملية السياسية، وطفت صراعاتها على السطح ووصلت إلى مرحلة الاصطدام المسلح بين ميليشيات الأحزاب. فبعد صدور نتائج الانتخابات وتصدر التيار الصدري المشهد وترويجه لتوليفة سياسية جديدة تجعله في قيادة المشهد، الأمر الذي أزعج قوى الإطار التنسيقي وبدأت بمهاجمة الانتخابات والطعن في نتائجها. طبعا لجأت قوى الإطار التنسيقي إلى القضاء الذي تهيمن عليه أساسا، واستخدمت ورقة التحشيد لعناصرها في الشوارع من خلال زج أنصارها باحتجاجات أمام المنطقة الخضراء. أدت هذه الاحتجاجات لاشتباكات مع القوات الحكومية، فكانت الشرارة لاندلاع صراع دموي كاد أن يطيح بالعملية السياسية لولا تدخل إيران وأمريكا. ضمن حملة التصعيد هاجمت طائرة مسيرة منزل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في أواخر عام 2021 وحاولت اغتياله بعد تلقيه تهديدات علنية من زعماء الميليشيات لاتهامه بالتخادم مع أمريكا لإبعاد قوى الإطار عن التشكيلة الحكومية. فكانت الحادثة البداية الواضحة لصراع شديد امتد طيلة عام 2022. بعد عجز الإطار التنسيقي مشاهدينا الكرام عن الطعن في نتائج الانتخابات، لجأ لاستخدام الورقة البرلمانية عن طريق تشكيل الثلث المعطل الذي كان حجر عثرة في طريق التيار الصدري لتشكيل حكومته. هنا لم يصمد الصدر أمام تعنت قوى الإطار التنسيقي، فقرر مغادرة البرلمان باستقالة جماعية لنوابه، ظن أنها ستكون ورقة ضغط سياسية، فإذ بها تجعله الحلقة الأضعف مع خلو المشهد لصالح قوى الإطار التنسيقي. عدم جدوى استقالات نواب الصدر في حلحلة الأمور دفعه إلى اللعب بورقة تحريك أنصاره باعتصامات متواصلة داخل المنطقة الخضراء مع اقتحام البرلمان والقصر الرئاسي في ظل أجواء متوترة هيأت للمرحلة الحاسمة المتمثلة بالصدام المسلح. هنا نأتي إلى الصدام المسلح. ميليشيات الصدر والإطار التنسيقي دقت ساعة الصفر لمعارك، أو دقت هي ساعة الصفر لمعارك حقيقية في بغداد ومحافظات أخرى، وكادت أن تشعل حربا طاحنة تمتد لأيام. إلا أن الصدر ودون مقدمات أعلن عن سحب ميليشياته مخلفا قتلى وجرحى في صفوفها في المنطقة الخضراء، ومن بعدها أعلن اعتزال العمل السياسي. بعد هذه المواجهة كثف الإطار التنسيقي الجهود لتشكيل حكومة بالسرعة القصوى، وهذا ما حصل عندما ولدت حكومة السودان دون حسم الخلافات تماما مع خصومه. المحاصصة الطائفية كانت الأساس لتشكيل حكومة السودان، وذلك ما سيقودها إلى فشل ذريع كسابقاتها من حيث الشكل السياسي أولا، والعجز عن القيام بأي خطوة إصلاحية ثانيا بحسب ما ذكره موقع المونيتور الأمريكي. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا سريعا لأبرز ما يخص ملف الصراع بين الأحزاب على السلطة وفق المحاصصة الطائفية في العراق. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة.